السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة المحترفة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس, واذا عجبك الفيديو لا تبخل بضغط زر لايك وتعليق محفز. فضلا وليس امرا تابعوا الشرح. شرحنا اليوم على مجموعة تطبيقات مرة حلوة. اول شي معنا هذا التطبيق, طريقة التسجيل فيه سهلة جدا. بتجيك هالواجهة, ما خليلكم الرابط, تحط ايميلك وتسوي ساند كود وبعدين باسورد, ويكون فيها باسورد قوي وإعادة كتابة الباسورد وخلاص, وكليم أند ساين أب. وبعدين تيجي تحمله هنا, عفوا هنا تيجيك هالواجهة. انت بتاخد من 10 إلى 100 BTT. العملة موجودة على كوان ماركت كاب. ندخل نشوف, هذه هي بي تي تي موجودة, موجودة على كذا منصة حتى البيننس دعمها. أنا عندي حساب في البيننس وكنت شاركت في إيفنت وطرشوا لي 280 من عملة. المهم بنروح على التطبيق نشوف كيف طريقة الربح في التطبيق. ندخل على التطبيق بعد الاشتراك وكل شيء, تيجيك هالواجهة. هذا البروفايل حقي. بنروح على الوالد, عندي 120 قطعة. بحاول الحين اسحبها قدامكم. اذا اتسحبت اوكي, ما اتسحبت نشوف لها طريقة. بنروح نضغط عليها سنت, بنروح نجيب الوالد حقنا من بيننس ديبوزيت. حطيت الوالد حقي وحطيت الأماونت 100. قلت بجرب بالمية, إذا يعني بتنسحب عندي من التطبيق نسوي confirmation password. transaction راحت. نبي نشوف الحين إذا تم وفين withdraw. هذه هي transaction ناقص 100. بعد شوية بيخلص الرصيد من هنا إلى هنا. إذا وصلتني على ذكر الحساب هنا 280 عندي في الرصيد. إذا وصلت راح أراويكم وصولها. يلا بينا على التطبيق نشوف كيف طريقة الاشتغال فيه. أنت أوريدي لما تسجل عن طريق الرابط اللي راح أخليكم تحت أسفل الفيديو تأخذ من 10 إلى 100 قطعة. وفي عروض موجودة على التطبيق. بنروح على فري كوين عفوا. في هنا تاسك سنتر وفي هنا بوك شوب وفي هنا النقاط وفي كذا شيء ممكن تسويها كل يوم وتربح العملات, مش شرط البي تي تي, في بيتكوين, في كذا عملة. هنا الناس اللي قاعدة تسحب جولد بوكس 10 دولار, سيلفر بوكس 100 دي ار اكس. هنا الناس اللي قاعدة تسحب. ما ندخل حبة حبة, نروح على تاسك سنتر نضغط عليها. هنا يقولك واتش فيديو وتاخد 100 كوين, وكل يوم تدخل على الموقع على التطبيق هذا تاخد كوينز. انا راح اقولكم الكوينز ليش شو تحتاجهم, عشان شو. المهم بنسوي واتش وبعدين مثلا take a chance, هذه كل يوم يعطيك مرة واحدة في اليوم. take a chance عجلات حظ. العجلة حظ هنا بتكون على واحد, اذا 24 ساعة خلصت. انا لسه ما خلصت ال 24 ساعة, البارح سويتها بالليل, يعني اليوم لازم بالليل اسويها. هذه طبعا ما انصحكم فيها سلوت, لانه يقولك لازم تجيب 3 مثلا. بندخل بتشوف, ندخل بنشوف عشان ما نضيع. هنا الرولز بيقولك only when 3 icons come, يعني لازم يكون 3 كده متشابهين مع بعض, فحظ بيكون قليل جدا. بنروح على lucky spin احسن, هذه اللي بيكون فيها حظ قوي. نضغط عليها لكي سبان, ممكن تاخد 0.1 بيتكوين و10 BTT على حسب وين جاك القطعة, و10 تي ار اكس و100 كوين
وممكن ما يكون عندنا حظ يعني مرة تانية وفي 100 تاء اكس 5 تاء اكس، وإن شاء الله توصلنا 0.1 بيتكوين، ليش لا؟ أنت وحظك في هالأمور. خلاص بنروح على شيء تاني، شرحنا هالخاصية، نروح على خاصية تانية اللي هي مثلا هنا تشين، هنا بت، هنا نفس الشيء ما أنصح فيها لأنه بياخد منك تقريبا 100 بوينت، عفوا. تيجينا هالواجهة how to play، بيقول كيف تلعب، تضغط على go. مثلا أنا عندي 250 بوينت، أوكي، مثلا بيسوي بت، لو سويت go بيخصم لي 50، بس أنا ما عندي حد أجيب 400 بوينت ولا 10 ولا next time ولا شيء. طبعا الناس اللي عندها حظ تشتغل على هاي الأمور، مش مشكلة، أنا قاعدة أشرح لكم. فأنا قاعدة أشرح لكم الحين وصلت العملة كم، كانت هنا 280 صارت كم، 380. هذه هي يعني التطبيق صادق، الحين وصلت، هذه هي. فالساعة كم أنا الحين؟ يعني 16/31/2020. تطبيق مرة صادق، بس استغلوه واشتغلوا عليه. يلا نرجع على التطبيق نشوف. خلاص خلصنا من هذه، بنروح الحين على البوكس. هذا النقاط راح تنفعنا على البوكس، بنروح على بوكس شوب. هنا البوكس شوب عندي 250 نقطة، فيني اشتري براوزر بوكس بس لانه 200 قطعة، اما السيلفر لازمني 600، الجولد لازمني 1800. انا بشتري قدامكم، بنسوي نضغط على زائد 200 باي، خلاص صار هنا 50. بنرجع للتطبيق، بنروح على العلامة فوق هذه الصندوق هذا، نضغط عليه، بنشوف شو راح يطلع لنا. حطنا، يقولك عندي برونز بوكس 1، بسوي اوبن. يلا قدامكم ان شاء الله تطلع بيتكوين 10 بت، خلاص 10 بت حلوين. نرجع على البروفايل والد، بنشوف كم عندنا، بسوي ريفرش وارجع، نضغط على البي تي تي، لسه ظاهرة 100. المهم 100 اللي راحتنا خلاص ناقص 100، هذه في الطريق. كونفيرمت لسه تنزل على، يعني انا عندي قبل 20 والحين صرت 30 قطعة. هذا هو التطبيق، وسهل جدا، وكل يوم عندك عجلة حظ. واذا سويت للناس مشاركة في التطبيق يعني تروج رابط الإحالة حقك، بيجي عندك مور سبين مور حظ، يعني مور عجلات. يلا بينا على شرح التطبيق حق البارح، شرحته مرة حلو. هذا هو، هذا بعد التسجيل والتفعيل يجيك هالواجهة. هالواجهة كيف احنا قاعدين نعدل، مش في موبايلنا، لا في أجهزة الناس. فالطريقة كيف، بنروح على بول، هذه البول نضغط عليها. هنا البلدان اللي تجيك فيها الأجهزة، التعدين حق الناس، يعني ناس موبايلات كده، أجهزة كمبيوتر، أي شيء. بنضغط على الثلاث أشرطة كده وبنختار. هذا حاطط 361 ما ينفع. احنا نشوف الريت، هذا الثالث واحد حاط 30,000 ساتوشي، نضغط عليه كده بيعطينا 735 ساتوشي، سوي لون جوان. خلاص نرجع نفس الشي، بنسوي واحد تاني، نشوف الريت تاني. مثلا هذا يعدين USDT، نضغط عليه
شوف كم راح يعطينا. بعتنا 0.1، نضغط عليه جوان ونصير نسوي جوان جوان لين يخلص يقولك وصلت لحدك في اليوم. نرجع، هو الموقع هذا في طريقتين للربح، الطريقة الأولى هي هذه، والطريقة الثانية أنك تكون أنت اللي تعدن للناس. كيف؟ أنا اللي أكون في البول، يعني مثلا أنا أحط نفسي في البول، أخلي الناس تيجي تعدن على جهازي وهم راح ياخذون كده، مثلا بيضغطوا على USDT بيتزاد رصيد فوق، بيتكوين بيتزاد رصيد فوق، وهي كده وهي رايحة. لما أكون أنا معدينة باخد 2% على كل واحد عدن عندي، يعني هو بياخد 0.1 أنا باخد عليه 0.2. هذه هي فكرة الموقع، والموقع صادق. والبارح راويت إثبات السحب على التطبيق المشارك له، الولد حق اللي يدعمه إثبات السحب، فسحبت تقريبا 10 دولار. وهذاك الموقع يقول لازم توصل للحد الأدنى لـ100 دولار تقدر تسحب. أوكي، هنا بتيجي على الماينر تاخد الكود هذا وتروج رابط الإحالة، منها باخد ريت هاش، والناس اللي دخلت معاي 2 فقط خد مثلا هذا، يقول لي لما اشوف العلامة فوق هنا يقول لي عندك مبلغ لازم تسوي كولكت، لانه قاعد هو سوى كولكت وانا بعد باخد عليه مبالغ، بسوي كولكت USDT خلاص راح على رصيدي، بسوي هذا راح على رصيدي نفس الشيء. هذه هي فكرة الموقع. بنيجي هنا على الاكسس 3.32، الحين 3.46 من عملة البيتكوين، عندي 1.65، وال هو قاعد يعدن بعد الـ EONC عملة، أي عملة ما أدري عنها هاي العملة. المهم أنا اللي يهمني الـ USDT والبيتكوين. بنروح على withdraw هنا أشوف إذا أقدر أسحب قدامكم، إذا تم السحب ولا لا، بيتم السحب ولا لا. confirmation all amount بيتكوين ولا USDT، بنختار البيتكوين مثلا. confirm password confirm، يقول ما عندي، مثل ما قلت لكم ما عندي فوق يعني 3 دولار، يعني من عملة البيتكوين ما عندي 3 دولار. اوكي طيب نجرب USDT، اذا عندي اكيد ما عندي 3 دولار، بس بجربها. عندي بس 1.46، لا لازم يكون عندي في البيتكوين 3 دولار، قيمة البيتكوين 3 دولار، قيمة USDT 3 دولار، عشان اقدر اسحب من هذا الموقع، هذا التطبيق عفوا. فهنا 3.46 عندي المجموع هذا كله، يعني المفروض يكون عندي USDT فقط 3 دولار، البيتكوين من قيمة البيتكوين 3 دولار، والعملة هذه EOS 3 دولار. فهذا هو التطبيق، فجدا رائع. يلا بينا على هذا التطبيق نفس الشيء، وين دقيقة، معنا هذا التطبيق من عملة BHT موجودة على كوانجيو، سعرها حاليا كده، ونشوف المنصات اللي موجودة عليها. بروبيت، منصة بروبيت موجودة عليها سعرها حلو. التطبيق هذا بس تدخله بتسوي كليم تخليه يعدن عند جهازك، ما يضره بس بيعدن كده لمدة 6 أيام. أنا عدل لي 6 الأيام الأولى، دخلت سويت كليم، أنت بيعدل لك 6 أيام، بعدين ترجع بعد 6 أيام تحصل عندك الرصيد هنا، تسوي له كليم يطلع له الرصيد ويعدل لك 6 أيام مرة تانية. بنيجي مثلا على هنا invite and earn، هنا على كل واحد يدخل من رابطك تاخد انت وهو 200 قطعة 200 PHT. اوكي
will receive 200 PHP rewards per person until total of 20 successful invitation. هنا الموجود لأن ما يظهر عندكم في الجهاز، يعني قاعدة رابطة من موبايل الجهاز الكمبيوتر عشان أقدر أشرح. المهم هذا التطبيق نفسه حلو وما راح تسوي فيه شيء، بس تسوي كليم كل 6 أيام ترجع له. بنروح على تطبيق تاني والأخير. هذا التطبيق شبيه بالتطبيق اللي سبق، بس هنا تقدر تسوي تريد. أول ما تدخل الواجهة وتشيك هاي الفوق، بنروح نضغط على beginning with. هنا يقول لك كيف هو مع شو متشارك مع هوبي وبينانس وأوكيس. أوكي إعلان. بعدين نروح على مثلا هنا المارجن حق بيتكوين USDT، يعني التداول، كيف تسوي التداول على المارجن لارج. المهم هذا ما يهمنا. invite friend يقول لك على كل إحالة كم راح تاخد النسب الإحالة. هنا mining coin، هنا كل ساعة أو ساعتين، أنا باقي لي 14 دقيقة، يعني تحصل هنا مثل التطبيق السابق كريات من العملات إثريوم، بي سي هاتش، بيتكوين، لايتكوين، ترا إكس، USDT، زوس، XRP. وبعدين تسوي كوين ويدراو، لما تختارهم تاخذهم تسوي كوين ويدراو. الموقع هذا يعطيك عملة HPX، هذه هي اللي فوق، هاي لما تسوي فيها تريد توصل لمبلغ كويس. انا عندي 7000 تقريبا. لما مثلا توصل 133,000 تاخد عليها الكمبيوتر، هذا تحولها الى كمبيوتر، تشتري الكمبيوتر منهم يحولك الى البيت. عندك ايفون برو، ايفون اكس. المهم هذا هو the first recharge of one USDT was successful. روح على لا يقولك minimum deposit $2. بنروح مثلا على profile، هذا البروفايل كم عندي balance